وقفتوا الكلام ده يا فندم؟ طبعا طبعا. عطيه بيه يا فندم من 1/1/2014 حتى هذا اليوم ولحد 31/12/2015 لم يتم تحريك اي قضيه تجاه اي حد، بل على العكس ان جميع، ومشكورا معالي الوزير خاطب النائب العام، حتى القضايا اللي كانت مفتوحه قبل هذه التواريخ وطلب عدم نظرها حتى ديسمبر 2015 حتى يتم التسويه معاهم. والحمد لله وما فيش يا احمد بيه اي فلاح مسجون. كل اللي مسجون في الموجودين من الفلاحين اتنين وعلى قضايا خارج البنوك. الكلام ده مظبوط يا فندم؟ طبعا. ولا واحد على ذمه بنك التنميه. ويا فندم انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه. احنا الحمد لله الحمد لله عندنا ناس مسؤوله عن التسويات بتروح للناس نفسهم وبتساوي معاهم، ما بنخرجش اي واحد عندنا بيترك مبنى، وده اللي انا بوجه من خلال برنامج حضرتك رساله لاخواننا المزارعين، تقدموا ما تخافوش، هنحل المشاكل، هنسوي لكم. ليه؟ لان احنا عاوزين نديه قروض ثانيه علشان نشغل التنميه الزراعيه. نعم. اللي هي التنميه اساس التنميه الاقتصاديه. الحاج مظهر عايز يسال حضرتك يا فندم، اتفضل. يامرني. العفو العفو يا عطيه بيه، خالص تحياتي ليك يا حبيبي. انت في اتصال تليفوني يا عطيه بيه اديت استعدادك للمساهمة في إنشاء مصنع بصل سوهاج مع السيد المحافظ الوزير المحافظ، فهل أنت عند وعدك؟ انت مش حاجة مظهر لا يا عم، ده أمانة في رقبة دقيقة، مفيش فايدة فيك. اسمع عطيه بيه. طيب اتفضل يا عطيه بيه. حاج مظهر اتفضل. أنا عمري اديت وعد ورجعت في كلامي؟ لا حصلش يا فندم. أنا عندي وعدي، وأنا لما اتكلمت مع معالي محافظ سوهاج ومعالي الوزير احيط علما بهذا، واحنا كلنا بنشتغل في منظومه واحده. ليه؟ المنظومه دي هدفها زي ما قلنا ان احنا نؤدي الى التنميه الزراعيه اللي هي اساس التنميه الاقتصاديه. فانا عندي وعدي ووعدي قائم.